وهو يخرج من باب السجن وكان الوقت مساء والجو باردا، كان يعلم أن طريق العودة إلى الشماعية لن يكون سهلا. عليه قبل أن يفكر في أي شيء آخر أن يوفر ثمن التذكرة. الرحلة من القنيطرة إلى الشماعية ستستغرق منه يومين، ولكن يتساءل من الذي سيتذكره هناك؟ لقد غاب عن الشماعية 20 عاما، هي المدة التي قضاها في السجن بعد أن توبع في قضية قتل. لم يكن وحيدا، وقد ظل طوال كل تلك السنين التي مضت يؤكد أنه لم يقتل أحدا وإنما كان حاضرا فقط. لم ينكر معرفته بالمتهم الرئيس في تلك القضية مصطفى بالومي. افترق منذ نحو 10 أعوام بعد أن نقل هو المحكوم عليه بالمؤبد إلى السجن المدني بمكناس بينما ظل هو في القنيطرة. خلال كل تلك السنوات 20 لم يسأل عنه أحد، ولم يزره أحد، ولا تلقى رسالة من أحد، ولم يكن يكترث لذلك، فقد دأب على العيش منعزلا عن عائلته. لن ينسى ذلك اليوم الذي جاء فيه الحارس إبراهيم إلى الزنزانة التي كان بها، فنادى عليه حسين الدفلاوي. لما وقف واقترب قال له بنبرة لا تختلف عن نبراته في مناسبات سابقة أن يجمع ملابسه وأغراضه إن كانت له أغراض. ظل يحدق فيه فنهره أن أسرع. جمع ما كان معه من ملابس ولم تكن كثيرة، ولما جاء مكتب الحراسة أبلغ بأنه أنهى العقوبة الحبسية. استكملت الإجراءات وفي المساء غادر السجن. في الخارج لا يعرف أحدا، ولم يكن ينتظره أحد، ولم يكن يتوقع أن ينتظره أحد. اتبع الطريق التي حسب أنها ستمضي به إلى وسط المدينة، وقد راعته الأضواء التي تنير الشوارع. يعلم أن عليه أن يمضي الليل في مكان ما. وهو يمشي كان يحاول أن يرصد سقيفة دكان أو مقهى. في السماء غيوم توحي بأن الليلة ستكون ماطرة. أحس بالجوع. ذاك المساء لم يتناول وجبة العشاء التي كانت تقدم للسجناء. مر بالقرب من محل ببابه قدر كبير، فهم أنه متخصص في الحريرة، وقد من النفس بشيء منها يبعث بعض الدفء في جسده. وقف ينظر إلى القدر الذي يتصاعد منه بخار الحريرة. خرج من الدكان رجل بدين ينزع إلى أن يكون قصيرا. من تحت الطاقية الصوفية التي يعتمر يظهر الصلع الذي غزا أعلى رأسه. في يده مغرفة كبيرة من الألومنيوم. رفع غطاء القدر فتصاعدت سحابة كثيفة من البخار. أغرق المغرفة في القدر وحرك ما فيها عدة مرات متبعا شكلا دائريا. أعاد الغطاء، نظر إلى حسين، ثم دخل إلى المحل حيث اصطف بضعة زبائن جنبا إلى جنب على كرسيين خشبيين طويلين. وقد ظن حسين أنه إن بقي هناك ولم يطرده رب المحل فإنه سوف يظفر من أحدهم بقدح من الحريرة. تزداد حدة البرد ويتكاثر الزبائن الوافدون على المحل. قال إنها فرصته التي قد لا تتكرر. تقدم من رجل يرتدي معطفا جلديا. اقترب منها ومال عليه كمن يريد أن يهمس في أذنه بشيء. ارتاب الرجل لحظة. طلب منه حسين أن يشتري له قدحا من الحريرة. كان يهم بأن يشرح له الظروف التي دفعته إلى أن يتسول ما يأكله، ولكن الرجل دون أن ينطق كلمة طلب من صاحب المحل البديل المائلة قامته إلى القصر أن يملأ قدحا من الحجم الكبير من القدر وأن يأتي بخبز. أمسك القدح، التفت إلى حيث كان يقف حسين، ناداه بإشارة من رأسه، ثم ناوله القدح وقال له أن يجلس في طرف الكرسي الخشبي الطويل، ثم جاءه بالخبز. انهمك في الأكل، لقد تحقق له ما كان يتمناه قبل وقت قصير. لم ينتبه متى انصرف الرجل. أحس بالدفء يعود إلى جسده.
اتبع الطريق المتوغل بين العمارات، وكلما تقدم ازدادت حركة المرور صخبا. كان وهو يغادر محل بيع الحريرة قد رصد سقيفة محل لإصلاح الدراجات الهوائية والنارية. كان موقعه يجعله في مأمن من الريح ومن المطر، يعلم أنه لن يستطيع النوم هناك حتى يخلو الشارع من المارة، وقد قدر أن عليه أن يتسكع لساعتين أخريين. الهواء خارج السجن له طعم خاص، لا يكاد يصدق أنه خارج الأسوار. السنوات الطوال التي أمضاها في السجن جعلته لا يتصور شكل حياة آخر غير ذاك الذي في السجن. ها هو الآن طليق في الشارع، ثم عاد إلى التفكير في الشماعية. لا يشك في أن البلدة تغيرت. في 20 سنة الذين كانوا أطفالا صاروا رجالا ونساء. لم يتذكره أحد ولم يسأل عنه أحد منذ أن غادر. كان في 17، وها هو الآن في 37. يتذكر أنه أبلغ والدته بأنه ذاهب إلى طنجة بحثا عن عمل. قبل يدها وخرج. كان في رفقته مصطفى بلومي، وهو أيضا من أبناء الشماعية. كان هو من شجعه على السفر. كان فيما مضى قد عمل بعض الوقت في أوراش للبناء في الدار البيضاء. قرر التوقف بالقنيطرة، إذ زعم البالومي أنه يريد اللقاء بصاحب مقاولة في البناء يدين له ببعض المال. قال إنه اشتغل معه في الدار البيضاء ولم يدفع له أجر 3 أشهر، وهو يتحدث عن ذلك المبلغ الذي سيحصل عليه من رب المقاولة. كان يضيف ما يحلم به، يحلم بالعمل في طنجة وإضافة مبالغ مالية أخرى إلى ما سيحصل عليه من ذلك المقاول، ثم ينشئ مقاولته الخاصة. كان يميل إلى إحداث مقاولة في الصباغة. يذكر حسين أنهما كانا على موعد مع الرجل، وقد علم أن اسمه الميلود، كذلك كان يناديه مصطفى بلومي. انتظرهما في مقهى شعبي في آخر الشارع الكبير لا يذكره. جاء النادل ببراد شاي، وبدأ الحديث ثنائيا بين مصطفى وميلود. كان مجاملات بها الكثير من النفاق، ثم باشر مصطفى الموضوع الذي من أجله تم ذاك اللقاء. قال له إنه مسافر إلى طنجة ليبحث هناك عن عمل، وإنه إلى أن يجد العمل سيكون عليه أن يوفر لنفسه السكن والمأكل، وإن عليه لكل ذلك أن يعطيه ما بقي في ذمته من أجر العمل الذي قام به في الدار البيضاء. كان حسين يتابع صامتا ما يدور بين المقاول وبلومي، وما أن بدأ المقاول في تقديم الأعذار والقول إنه لم يتسلم عملا منذ مدة طويلة، وإن فلانا من عائلته يعاني من مرض كذا، وإن عليه أن يدفع الضرائب التي تراكمت عليه. كان مصطفى بلومي لا يصدق أيا من تلك الأعذار التي نطق بها الميلود. خلال ذلك اللقاء الذي دام أكثر من ساعة لم ينطق حسين بكلمة. ثم غادر الثلاثة المقهى. كان الوقت مغربا. استمر الحديث بين الرجلين وهم يمشون في أزقة أغلبها لم تكن به إنارة. وفي لحظة احتد الجدل بينهما، وسمع حسين الشتائم الأولى التي تبادلها بالومي والميلود. ثم في زنقة ضيقة أمسك بالومي بالرجل وخنقه. كانت أنفاسه تسمع وهي تحدث زفيرا قويا، ثم تركه وقد ظن أنه سيمضي إلى حال سبيله، ولكنه أمسك به وحاول أن يسقطه أرضا، لكنه لم يستطيع. أخرج بالومي من جيبه سكينا صغيرا ووجه إليه طعنة هوى على إثرها ولم يقم قط. دعاه إلى الهرب، ولكن مرة تحلقوا حولهما وأمسكوا بهما. بعد تلك الحادثة وبعد المحاكمة أمضى 20 عاما وراء القضبان. خلال 10 أعوام كان بالومي في السجن نفسه. بدأت القطرات الأولى من المطر تنزل على الشارع الطويل. كان قد تجاوز محل الحريرة بمسافة غير قصيرة. عليه أن يعود إلى حيث محل إصلاح الدراجات النارية والهوائية.
يظنه أقفل الآن. مر بصندوق قمامة كبير، أطل فيه، رأى قطعة من ورق مقوى، فكر في اتخاذها فراشا، ثم لمح كيسا من بلاستيك أسود، لمسه، ظن أن به أوراقا، أخرجه ووضعه في القفة التي يحمل فيها أشياءه. لما وصل محل إصلاح الدراجات وجده مغلقا، خفت حركة المرور، مضى إلى ركن بجوار الباب وافترش الورق المقوى وتوسد القفة، ثم تذكر الكيس البلاستيكي الذي أخذه من صندوق القمامة، فتحه، كانت به أوراق ملفوفة. لم يكن المكان مضاء بما يكفي. في أسفل الكيس حزمة من أوراق سرعان ما تبين أنها أوراق نقدية، عدها فكانت 800 درهم. اتخذ وضع الجلوس، الآن يمكنه التفكير في الرحيل إلى الشماعية. انتظر إلى الصبح، مضى إلى المحطة وبدأ رحلة العودة. بعد أن توقف يوما في الدار البيضاء وصل الشماعية. في 20 عاما تغيرت أشياء كثيرة. مضى إلى منزل عائلته، طرق الباب عدة مرات، لم يتلقى جوابا، وانتقل إلى باب الجيران. كان عليه أن يؤكد بالدليل أنه حسين، وكذلك علم أن أمه توفيت منذ ما يقرب من 15 عاما، وأن الدار خلت من إخوته، وأنهم كانوا يظنون أنه مات.